بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في هذه الدورة الجديدة التي سوف نأخذ فيها إن شاء الله CSS 3 Transformation و Animation. إن شاء الله سوف نأخذ أشياء متقدمة في CSS 3 بعد طلب العديد من الإخوة قمت بهذه الدورة. في هذا الدرس الأول إن شاء الله سوف نأخذ Transforms إن شاء الله، وهي هنا في برنامج فوتوشوب أنا أعمل على نسخة أونلاين. هنا عندما نضغط على ترانسفورم كما تلاحظون يكون نجاحكم في العنصر هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا. نبدأ على بركة الله، نقوم بإنشاء ديف له ID ماي بوكس، ثم نعطي هذه الإعدادات الموجودة هنا كما تلاحظون. هذا هو البوكس، هو هنا، ثم أسفله باراغراف، نعطيه كذلك التنسيق التالية لأن هذا البوكس هو الذي سوف نقوم بتحريكه. أول خاصية سوف نأخذ خاصية translate، وهذه الخاصية يتم تحريك العنصر من وضعيته الأصلية حسب محورين، هناك الـ X والـ Y. الـ X يعني تحريك من اليسار، والـ Y يعني تحريك من الأعلى. ممكن هنا نبدأ، نضع أولا ID MyBox للعلبة هي هنا، ثم نفتح البراكيت، ثم نكتب Transform، ثم نكتب translate، ثم نفتح قوسين نكتب أول قيمة هي x يعني حرك من اليسار، نضع ناقص مثلا 20%، ثم من الأعلى نضع مثلا 50%، ثم نعمل refresh للصفحة. كما تلاحظون العنصر أصبح في مكان آخر، يمكن هنا أن نضع 20% وهنا نضع 220. جيد، نعمل ريفريش. جيد، كما لا ننسى أن نضع البرفكسز عفوا لتشتغل على الإصدار القديم من متصفحات جوجل كروم والموزيلا وأوبرا وسفاري. هنا نضع ويب كيت، ثم نقوم بتكرير السطر، نضع موزيلا، ثم أوبرا، ثم خاصية العامة. جيد، كما يمكن كذلك هنا وضع كل اتجاه منفرد عن آخر بوضع ترون لايت اكس. جيد، ثم نعمل هنا ما نريد مثلا ناقص 300%، ثم هنا نعمل مسافة، ثم ترانز لايت واي، ثم نعمل قوسين نعمل مثلا 100%، ثم نعمل ريفريش. كما تلاحظون تم تشغيلها بنجاح. إلى هنا نصل إلى نهاية الدرس الأول، نلتقي في الدروس القادمة إن شاء الله.